مواهب كروية وتالنت سي بيليا. احنا يا جيل المستقبل معانا الامل، جينا نبيض معنا ونبقى خطر. مواهب كروية بيليا، احنا اسم بيليا، غينا نكونوا احنا يا هما اسود غيب وتالنت. قافلة مواهب كروية خلال جولتها عبر ربوع المملكة حطت الرحال بمختلف جهات المملكة، عمالة بعمالة وإقليم بإقليم. حلقة اليوم من جهة الشرق، وبالضبط من عمالة وجدة أنقاد، إقليم بركان، إقليم توريرت وإقليم فيقي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواهب كروية. في كل محطة من المحطات اللي ذكرت وفي كل الملاعب اللي كتكون فيها الاختبارات كيجي عدد كبير من المشاركين والمشاركات، واللي بمجرد وصولهم كيبداو بأول حاجة وهي عملية تسجيل. فريق العمل كيبدا من التحقق من معلومات كل مشارك ومشاركة، وكيتحقق من الوثائق اللي جاب معاه واش كاملين. من بعد كياخد الجيل ديالو. من بعد عملية تسجيل كيتم تقسيم المشاركين لفرق، كل واحد حسب البوست اللي كيلعب فيه، ومن بعد كيوجدوا راسهم باش يبداو الاختبارات، اولا كيتسناو في المدرجات على ما توصل نوبتهم. لجنة التحكيم بحال ديما ضروري قبل ما يبدا اي اختبار كيحرصوا على انهم يعطوا اهم النصائح للمشاركين اللي غتعاونهم في الاختبار، وايضا باش يدخلوا يلعبوا مرتاحين. اللي مهم في الكره هي ما تجمعوش على الكره، اللي شي بوس يحتار. تفقيد شوف توش كان لعبوا برجلينا ما لعبوش برجلينا، لعبوا مع الصفارة ما توقفوش، تسمعوا الحكم صفر والكويري ما يدخلش الزحام، ما يدخلش الزحام، الكويري تبقى بلا يسطو وتجي الكرة بإنسل بإنسل كونترول تيبان باش كويري ماشي كوار. من بعد ما كتعطى الانطلاقه الرسميه لبدء الاختبارات كتشوفوا المشاركين متحمسين وكلهم عازم على انهم يبانوا بالمستوى المطلوب، وكتبدا المنافسه وكيبدا التحدي. كل واحد فيهم باغي يقول لجنه التحكيم بلي انا واعر، انا كويري، انا نستاهل نمشي للمرحله الثانيه، واللي بصح رقيق وكويري ديال بصح هو علاش كنقلبوا، وهو اللي غادي يتاهل معنا للمرحله اللي جايه. الموهبة بوحدها ما كافياش، خاص بالموازاة تكون الدراسة هي الأولى وتكون حتى النقاط ممتازة، وملي كيكونوا مجموعين بزوج هذا الشيء كيفرح أعضاء لجنة التحكيم وكيفرحنا كاملين. شوف شكون اللي ما عندوش المعدل، لا كلشي عنده المعدل تيقراو مزيان، حنا تنأكدوا عليهم على الدراسة الدرجة الأولى وما يحيدوش الموهبة ديال الكرة، ولكن كلشي بالوقت أكيد يلعب من 800 الصباح حتى 800 الليل لا ما يمكنش عندها وقت ديالها، ولكن تقدر يتبارك الوالدات ديالهم وتبان بأنه حتى الوالدين ديالهم مقبلين لهم أطرين لهم مزيان. سولت واحد من الوليدات كيفاش عرفتي مواهب كروية والمراحل اللي دزتي منها، وكان هذا هو الجواب ديالو. انا كنت كندور انستوش مواهب كرويه ودخلت لواحد السيت في جوجل وسجلت وعطاوني واحد الكود وبقيت نتسنى اللحظه فاش تجي، ثم جيتو دابا وعطاونا لي جيلي ودخلنا ودرنا الصف ودابا كنتسنى باش نتيستي ندير الاختبار ديالي. الاختبارات مستمره والتنافس والحماس كيتزاد في الملعب ساعة من بعد ساعة واختبار من بعد اختبار، وكل واحد من المشاركين بغي يبين لجنة التحكيم باش يضمن بطاقة التأهل لمرحلة الجهاد. تقريب المواهب من المراكز المحلية والجهوية والوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتأطيرهم ومساعدتهم لاستكمال دراستهم وتكوينهم أفضل المراكز الكروية بالمغرب، الشيء اللي غيفتح أمامهم أبواب الاحتراف الرياضي. هذه هي المرحله الاولى من المواهب الكرويه اللي هي مرحله الاقاليم والعمالات، من بعد غتكون تصفيات جهويه، من بعد غتكون تصفيات الوطنيه اللي منها غنختاروا خيره المواهب كره القدم اللي غادي تكفل بهم الجامعه المغربيه الملكيه لكره القدم ليتم ادماجهم في مسار دراسه ورياضه. المشاركين والمشاركات اللي كيثيروا الانتباه ديال اعضاء لجنه التحكيم كيهضروا معاهم وكيسولوهم وكيتعرفوا عليهم اكثر، وممكن ايضا يطلبوا منهم يلعبوا ماتش اخر باش يزيدوا يتاكدوا من المستوى ديالهم. في كل محطه من المحطات كاين اللي كيقدر يقنع لجنه التحكيم بالموهبه ديالو ويضمن بطاقه العبور للمرحله الثانيه، وكاين اللي كيكون مازال خاصو يخدم على راسو.
عندها واحد جوج الميزات عندها بعض الامور اللي خصها تصلحها تخدم ولكن عندها جوج الميزات مهمه اولا هو الاصرار والحب ديال كره القدم والسرعه سريعه ما شاء الله بعض الامور الاخرى يمكن ان شاء الله تقاد وغادي تقادوها مع المدربين ديالها مع الامور الاكاديميه العلميه اللي غتلقاها ان شاء الله ونتمنى على انها تصبر وتجتهد في هذه المرحله هذه ان شاء الله. تبارك الله سي محمودي جهات فرحانه بهذه الهضره اللي قالت سي محمودي. انا بزاف وشكرا لك. شنو تبغي تقولي للوليدات اللي كيشوفونا دابا؟ كنقول لهم حد سعيد لكل واحد. حتى لهنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم واللي عشنا فيها الأجواء اللي كانت في كل من عمالة وجدة أنقاد إقليم بركان إقليم توريرت وإقليم فيجي. باش تعرفوا على أسماء المتأهلين والمتأهلات اللي دازوا معنا للمرحلة الثانية يكفي أنكم تدخلوا على الموقع الرسمي الفوت تالنتس www.foottalents.ma/resulta كيف ما يمكن لكم تشوفوا حلقات مفصلة ديال كل عمالة وإقليم على حيدة على قناة الرياضية. نتلاقاو في الحلقة الجاية. تبقوا على خير.